سلام عسلامة حبيباتي، مرحبا بكم مرة أخرى في كوجينتي. اليوم باش نعملوا مع بعضنا صينية نتاع بطاطا باللحم مفروم بالكعابر. أنا خرجت لهنا عندي اللحم مازال مجمد شوية يتحل ما بين صمتنا البطاطا نتاعنا. لهنا خديت بطاطا قشرتها وباش نقصها مكعبات ونخليها تطيب. انتم وأفراد العائلة ما نجمش نقول لكم بالضبط قديه. أنا لهنا 300 غرام لحم مفروم و قدر ارطل بطاطا. كما شفتوا لهنا حطيت لهم الماء باش نحطهم يطيبوا ونرجع لكم حبيباتي. رجعت لكم حبيباتي بعد ما تصمتت البطاطا تاعنا هايكا، صفيتها من الماء، نزل فيها شويه مش برشا خاطر باش نزيدها الحليب، وصفيناها من الماء نتاعها وباش نزيدها شويه حليب باش يبرد. هذه نزيدها شويه من بعد نشوف كان ناقص نزيدوها شويه اخرى، وباش نزيدها شويه زبده مادام سخونه، زبده ولا مارغرين واللي تحبوا. كيما تشوفوا هكا نخليها تبرد شوي. هنا قصيت البصل، بصل وثوم كما تشوفوا. اللحم نتاعنا زاد صاي تحل لينا الطراء، نحطوه باش نفوحوه باش نحط له شويه بصل. بسم الله. وباش نحط شويه البطاطا نتاعنا مش برشا، وباش نجو للبطاطا نتاعنا نبردوها بك الحليب اللي صبيناه عليها والزبدة، وباش نمعصوها نردوها بيري. وجيت لهنا خديت المعدنوس باش ناخذ شويه معدنوس، شوفوا لي المعدنوس كيفاش نغسلو ونخليه يستقطر بالقدا بالقدا، ومن بعد نقصه هو شايح كيف هكا ونخملو في الكونجيلاتور بالبطاطا نتاعنا وشويه اللحم المفروم. نقص شويه معدنوس نتاعنا. من بعد ما قصيت المعدنوس نتاعنا باش نحطو شويه في البطاطا ونحطو شويه في اللحم المفروم. ومن بعد ما بردت البطاطا نتاعنا ومعستها كما تشوفوا ربيناها، مش مشكله كي تبقى حاجه صغيره خاطر انا طابت لي بالقدا بالقدا. باش نزيدها شويه حليب، خميره كيميائيه مش برشا، ذوب شويه. انا عندي لهنا شطر باكو صغيره مش برشا، وباش نحط مغرفه فيرينا نفقصوا البيضه تاعنا. بسم الله. نشوفوا عنا ميزاننا قداش بتاكل لينا من بيضة. نخلطوا أول مرة المكونات نتاعنا، نقرب لكم ونشوفوا. بيضة واحدة باش نحط الجبن، عندي لهنا الموتزاريلا. البيضة هذه باش نستغنى عليها خاطر الكعابر ما نحبهمش بالعظام بالبيض. باش نحط الجبن لنا وباش نخلي الموتزاريلا شوفوها بعد كيفاش باش نحطها. وفي الاثناء حطيت حبيباتي الفرن تاعي 180 درجه باش نحط شويه فيجيتا ولا الملح المشكل، شويه ملح عادي مش برشا، شويه ثوم مرحي انا حطيت فيها الثوم عادي مع البصل، نزيدوها شويه، وشويه فلفل ابيض لا فلفل اكحل، وباش نحط لها شويه فلفل احمر بابريكا مش برشا، هذه حاره مش برشا مش باش نكثر منها. وهذه هي الفواحات باش نستغنى على الكركم، الكركم نحطه كان في اللحم باش ما تجينيش البطاطا نتاعنا صفرة. ومن بعد ما ذهبت البيريكس باش نجي نحطها في البيريكس نتاعنا ونستويها بالقدا بالقدا.
بعد ما وزعت البطاطا نتاعنا بليت ايدي شويه بالماء مش برشا كيما تشوفوا باش نستوي لها السطح نتاعها الكل بيه تغويقات هكا باش نشوفوا كيفاش نحطوا فيهم الكويرات نتاعنا تاع البطاطا نتاع اللحم المفروم موجود. بعد ما عملت لها كيما ريتو هكا عملتها مربعات في شكل مربعات قسمتها باش نجيب اللحم المفروم نتاعنا وباش نفوحوه فيجيتا فلفل ابيض او اكحل كيما تحبوا باش نحط شويه كركم في اللحم نتاعنا ما حبيتش في البطاطا باش ما تجينيش صفره وباش نحط شويه ثوم مرحي ونحط شويه بابريكا حاره مش برشا ما نكثروش نحط شويه زيت ونجو للكعابر نتاعنا اللحم المفروم نتاعنا وباش نكعبروه ونحطوه هكا التغويفات هذيك اللي عملناها ونجو نكعبرو الحايمنات نتاعنا الكعابر كيما نحبو الكبر اللي نحبو عليه نحنا ونجي لهنا ونحطها هكا كيما تشوفوا ان شاء الله تبدا واضحه الطريقه ونواصل بنفس الطريقه وبعد ما كملتهم كما تشوفوا باش ندخلهم توا على الفور على 180 درجه ومن بعد نخرجهم نحط لهم شويه موتزاريلا مش برشا كثرش خاطر ديجا هو فيه الجبن البطاطا نتاعنا ونشوفوهم بعد حبيباتي ان شاء الله في طبق التقديم. ولهنا كيما تشوفوها هيك حبيباتي صينية البطاطا بالكعابر اللحم مفروم حضرت حطيت عليها شويه جبن موتزاريلا مرحي وحطيت عليها شويه طماطم عصير طماطم كيما تحبوا تحطوا عليها كاتشوب تحبوا تحطوا عليها كيما تحبوا وان شاء الله يا ربي الوصفه تكون عجبتكم والطريقه تكون عجبتكم كيما تشوفوا العلو نتاعها بسم الله ما شاء الله ان شاء الله في طريقه قادمه حبيباتي وفي وصفه قادمه ما تنسونيش باللايك وكومنتات الحلوه باش توصلكم جديدي بيزو الى اللقاء.